فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: استدل بعض أهل العلم بحديث الذي أمر أن يذر في الهواء، استدل به على العذر بالجهل، وقال بعض العلماء إنه إنما أنكر نوعا من الصورة خفي عليه. يقول: لا عذر بالجهل، الجهل يعذر به إذا كان ما يمكنه أن يتعلم ولا عنده أحد يعلمه، يعذر بالجهل حتى يوجد من يعلمه ويبين له. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. نعم.